الأزمة، إن كان في الإذاعة، في التلفزيون، حتى في المسجد، أليس إن كان حصول الخطأ وارد؟ بلى، يمكن ساعة المؤذن تكون غلط، يمكن الساعة تكون غلط، يمكن تكون مثلا مأخرة ثلاث أربع دقائق، يمكن تكون مأخرة ثلاث أربع دقائق، يمكن تكون مقضي أربع دقائق، فإذا احتمال حصول الخطأ وارد. شو المطلوب إذا؟ التحقق. ما هو المطلوب؟ التحقق من دخول وقت المغرب، ثم بعد ذلك تعشر بالإفطار كما بينا في درس الأمس. قال المؤلف: تأخير السحور إلى آخر الليل وقبل الفجر ولو بجرعة ماء. فعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه مسلم. يعني كذلك مما يستحب للصائم تأخير طعام السحور، يعني لا يأكل في أول الليل بعد المغرب، لا، إنما الأحسن أن يؤخر، يعني طالما أنه لا يخشى من دخول الفجر، طالما أنه لا يخشى من دخول الفجر، إن أخطأ بنية المتابعة والاقتداء أحسن، ولكن بحيث يحتاط إن كان للطعام أو للشراب، مش إلى وقت يكون عم ياكل ودخل الفجر، لا، ليس إلى هذا، يعني لو أكل قعد، أكل طعام، شرب، غسل تمه، مضمض، استعمل السواك مثلا، وبعد ذلك لو يضل يدخل الفجر، لا بأس، ليس معنى تأخير السحور يعني يؤخر إلى أذان الفجر، لا. بعض الناس اليوم ماذا يفعلون؟ يقعد ياكلوا ويشربوا الى اذان الفجر، هذه فيها مخاطره، لان الوقت حقيقه ان كان قد دخل، شفتوا؟ ما عم بقول العبره بمجرد الاذان، عم بقول العبره بدخول الوقت، اذا كان حقيقه الفجر دخل وبعده عم ياكل او عم يشرب فسد صومه، لانه بيكون عم ياكل بعد دخول الفجر، يكون عم يشرب بعد دخول الفجر، واضح؟ فلا يكون صائما، وعليه ان يمسك، وعليه ان يمسك. فاذا تاخير السحور الى متى؟ بحيث يكون قبل الفجر، بحيث يكون متى؟ قبل الفجر. السحور ليس شرطا ان يكون على انواع والوان من الطعام، لا، قد يكون على قد يكون على إسراف من خبز، وأحيانا قد يكون على جرعة ماء، قد يكون على جرعة ماء، يمكن في ناس ما بيرغبوا أنهم ياكلوا بالليل، لكن لأجل البركة ولأجل السنة شو يعني؟ لو على جرعة ماء يتسحر بنية اقتداء الرسول، يتسحر بنية اقتداء الرسول، لأنه قلنا ما شرط يكون السحور شو؟ الطعام أو ألوان الطعام، لو بجرعة ماء يحصل، لو بجرعة ماء تحصل السنة. قال المؤلف: وكذلك يتأكد في حق الصائم صوم لسانه عن الكذب والغيبة والكلام البذيء وغير ذلك من الأمور المحرمة. فاعلم أخي المسلم أن الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى أهون من الصبر على عذابه. كذلك يتأكد في حق الصائم أن يحفظ لسانه من الغيبة والنميمة والكلام البذيء وسب المسلم بغير حق وشتم المسلم بغير حق وضرب المسلم بغير حق، يحفظ يده عن ضرب المسلمين بغير حق. لماذا؟ انتبهوا واسمعوا جيدا. الصيام ينبغي ان يكون محركا لنا لتهذيب النفس،
ينبغي أن يكون محركاً لنا لتهذيب النفس وتعليمها الأفضل والأحسن. مع الزهد في الطعام والشراب شو المطلوب يا مير؟ صون اللسان والجوارح والأعضاء عن خبيث وقبيح الكلام والأفعال. يصون لسانه وأعضاء جسمه، يصون لسانه وجوارحه عن قبيح وخبيث الكلام والأفعال. مش أنت عم تتجنب الطعام والشراب أثناء الصيام، أيضا تتجنب، يعني هذا يتأكد في حقك أن تتجنب الأمور التي نهى عنها الشرع. والأمور المحرمة في رمضان وفي غير رمضان نحن نتجنبها امتثالا لأمر الله، نبتعد عنها خوفا من الله، ليس لأجل الناس. اسمعوا ماذا قال العلماء: تجنب صغيرة واحدة، صغيرة يعني معصية صغيرة، ذنب صغير، تجنب معصية صغيرة خوفا من الله أفضل من 1000 حسنة نافلة. يعني قد تكون 1000 حسنة نافلة 1000 ركعة من صلاة السنة. الله أكبر. تجنب معصية صغيرة واحدة، ليش عم تتجنبها؟ خوفا من الله. لماذا تبتعد عنها؟ امتثالا لأمر الله. الله أمرك بتجنب المعاصي، الله نهاك عن فعل المعاصي طاعة لله، خوفا من الله، وقوفا عند حد الشرع. تتجنب هذه الصغيرة، المعصية الصغيرة شو لك أشر؟ أفضل من فعل 1000 حسنة نافلة. الله أكبر. مين منا يقدر يصلي بحسب العادة 1000 ركعة من السنة؟ بحسب العادة الآن لا نفعل، والناس اللي حولنا بحسب العادة اليوم لا يفعلون. في الماضي كان في ناس يعملوا، في الماضي بعض السلف كان يصلي في اليوم 1000 ركعة من السنة لله تطوعا، بعضهم 500 ركعة، بعضهم 400 ركعة. يعني الإمام الجنيد البغدادي رضي الله عنه وأرضاه في دكانه، شو يعني دكان؟ يعني مكان العمل، تعرف ماذا كان ورده من صلاة النفل في الدكان؟ 400 ركعة. هذا في مكان العمل يا جماعة، في مكان العمل ورده من الصلاة من النوافل 400 ركعة. يعني لما يكون بالبيت بالليل كم يصلي رضي الله عنه؟ إذا كان سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه في كل ركعة من ركعات الوتر يختم القرآن، هذا الإمام الشافعي. وقبله كان يفعل ذلك سيدنا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان كان يختم القرآن في ركعة الوتر. الشافعي كذلك كان يفعل. الشيخ محمد مراد الذي كان في حلب وحكيت لكم عنه قبل الآن كان صديقا لشيخنا، كان من الأولياء، كان من الصالحين، وكان في صلاة العشاء في ليلة الناس ليلة القدر يختم القرآن في أول ركعتين من صلاة العشاء. يختم القرآن، يقف هو إماما، خير يعني يقف إمام يعني عم يقرأ القرآن جهرة، يختم القرآن في أول ركعتين من العشاء. هذا الشيخ محمد مراد كان في حلب رحمه الله. ثم بعض الأولياء والصلحاء كزين العابدين رضي الله عنه وأرضاه يقال كان يصلي في بستان نخل، بستان نخل يقف عند كل نخلة يصلي ركعتين
500 نخلة. هذا كان موجودا في الماضي، أما اليوم من هذا الذي يصلي 500 ركعة من السنن في اليوم؟ هذا شبه نادر اليوم، إن كان موجودا قد يكون موجود ليس بعيدا. بعض الصلحاء لهم همم عالية في الطاعات، بعض الأولياء لهم همم عظيمة في الطاعات والعبادات. الله أعلم بعبادي، إنما بنعرف نقول إن كان موجودا بحسب الظاهر بحسب العادة اليوم أكثر الناس لا يفعلون ذلك. طيب أنت لما تجي اليوم ماشي بالطريق والنساء الكاشفات بعوراتهن كثير في الشارع، لما تغض أنت بصرك تغض بصرك لا تنظر للعورات خوفا من الله. كل واحدة من هذه الصغائر أنت تتجنبها خوفا من الله لك أجر وثواب أفضل من 1000 ركعة من صلاة السنة. الله أكبر. هذا في تجنب معصية واحدة صغيرة خوفا من الله. وانتبه، أما إذا تجنبت المحرمات، تجنبت المعاصي، تجنبت المعاصي خوفا من الناس، خوفا من أهلك، خوفا من جيرانك، ليس لك هذه الفضيلة، لأنه أنت ما تجنبت المعصية خوفا من الله. لما نقول يا أخواننا ويا أحبابنا التوبة واجبة من جميع المعاصي الصغائر والكبائر فورا، شو يعني التوبة؟ التوبة يعني أن تشعر قلبك بالخوف من الله لأنك عصيته، لأنك فرطت في حقه، ضيعت واجبا من الواجبات مثلا، تركت صيام رمضان بلا عذر، أو ضيعت صلاة من الصلوات الخمس، ضيعت، لما عمو ضيعت يعني ما كنت نايم معك عذر، لست ناسيا عمدا، ضيعتها، أهملتها، بعدين جيت أنت ندمت وزعلت وأشعرت قلبك بالخوف وصرت تبكي حتى بس خوفا من مين مبين. هذه منا توبة، هذه ليست توبة. متى تكون توبة؟ إن كان الخوف من الله واضح، إن كان الخوف من الله. ولاحظوا ماذا قلنا، ماذا قلنا؟ قلنا التوبة واجبة فورا من الكبائر والصغائر، يعني حتى الصغيرة التي عملتها يجب عليك أن تتوب منها فورا. ما تقول بكرة بتوب، إن أجلتها تكون تركت واجبا وفرض عليك على الفور التوب، ويجب عليك فورا أن تتوب إلى الله. ما بتقول بكرة أو بعد أسبوع أو بعد 6 أشهر لما تروح على العمرة بتوب ومين؟ بتكون تابت للواجب. اسمعوا يا جماعة انتبهوا، حرجع عيد العبارة، التوبة واجبة فورا من شو؟ من كل الذنوب التي عملتها الصغائر والكبائر. يعني ما بتقول الصغائر قد تغفر لي بعمل حسن، بعمل حسنة أو بطاعة أو ما شابه فلا أتوب. لا، أنت واجب عليك أن تتوب حتى من الصغيرة. إذا جيت قلت لي بس مش ورد في الحديث أن من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما كان من ذنبه أو ما سبق من ذنبه، يعني الصغائر. لكن هل أنت اطلعت على اللوح المحفوظ أنك أتيت بالأعمال التي غفرت لك الصغائر بها؟ هل اطلعت على ذلك؟ لا. الله يغفر لمن يشاء،
من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. انتبهتم لقوله صلى الله عليه وسلم كما أمر؟ طيب هل الوضوء اللي توضأت منه هو كوضوء رسول الله كما أمر؟ يعني أن يتوضأ كما توضأ الرسول كما ورد في الشريعة. هل أنت وضوءك اجتمعت فيه شروط حصول الثواب أو أدخلت عليه بعض المكروهات؟ أليس أحياناً على الوضوء تدخل مكروهات؟ مثل شو؟ كالإسراف في ماء الوضوء، قاعد بلدك وروحت طيب كثير عن الوضوء، إسراف، هذا مكروه أو مكروه؟ مكروه. مكروه. وليش قلت ببيتك؟ لأنه حرام أن تفعل هذا بماء المسجد. بماء المسجد الإسراف حرام. واضح؟ الإسراف بماء المسجد حرام. أو كنت في غير بيتك وفي غير المسجد وصاحب الماء لا يرضى، تعرف أنه لا يرضى وأسرفت وهو لا يرضى، من شو يكون أشد من مجرد الإسراف المكروه اللي هو بيته؟ أشد، لأنك عم تتصرف بمال المسلم وهو لا يرضى. شفتوا مسائل؟ طيب أليس من ترك البسملة عمدا في الوضوء لحقته كراهة؟ من السنن في الوضوء تأتي بالبسملة. طيب لذلك ماذا قال الرسول؟ من توضأ كما أمر. انتبهوا، ماذا قال الرسول؟ من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. واسمعوا ماذا قال بعد. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت ذنوب وجهه مع ماء وجهه. طيب هلا بتعمل صلاة انت؟ ما بتقول هي راحت مع الوضوء، شو عرفك؟ واجب عليك تتوب منها. هو أول الحرام عليك تعملها. نحن ما عم نروح اعملوا صلاة، لا، عم نقول من عمل صغيرة دم، من وقع في ذنب من الصغائر هو من الأول حرام عليه أن يعمل هذه الصغائر. كيف الكبائر أشد حرمة؟ كيف الكبائر أشد حرمة؟ إذا انتبه، من كان وقع في صغيرة أو في صغائر شو واجب عليه فورا؟ أن يتوب إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا مين؟ من تاب توبة شرعية استوفت الأركان والشروط تنهى عنه ذنوبه ولا تبقى في صحيفة أعماله ولا تعرض عليه يوم القيامة ولا يذكر بها ولا يؤنب عليها في الآخرة. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن انتبه، إن لم تعمل هذه الذنوب التي تبت منها توبة شرعية، إن لم تعملها من الأول فحالك أحسن، حالك أحسن وأفضل من أن تعمل ثم تكون توبة شرعية. يعني من الأول ما تعملها، لكن ما انفصل منه ووقع وتاب توبة صحيحة استوفت الأركان والشروط، ماذا قال ربنا؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم كملوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب رحمة الله واسعة. والحمد لله جميعا في توبة، وباب التوبة بعد لم يغلق. ورد في حديث أخرجه الترمذي أن في الأرض ببابا خلقه الله للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. والشمس بعد ما طلعت من مغربها
ولم يكتب بعد فورا فرض عليه واجب عليه ان يتوب فورا، وخوفه وندمه في قلبه يكون لاي شيء خوفا من الله لاجل انه عصى الله، لانه ضيع فرضا من فرائض الله، فيشعر قلبه بالخوف من الله على ما فرط من حق الله. اما اذا واحد سنة هذه كبيره، بل الزنا في ترتيب الكبائر هو الذنب الثالث. انتبهوا شيء خطير، الزنا في ترتيب الكبائر هو الذنب الثالث. اكبر ذنب على الاطلاق هو الكفر بانواعه، الكفر بانواعه. بعد الكفر قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، بعد ذلك الزنا. انظروا، يعني الزنا ذنب كبير عظيم يستحق فاعله ان يعذب عليه في جهنم. هذا لمن لم يتب، كل من تاب وكان التوبه صحيحه تاب الله عليه. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومطلوب يا اخواننا بالمجالس ان تشيعوا بين الناس عظم ذنب الزنا، لانه تفشى بين الناس، لانه انتشر في الناس. ينبغي ان تشيعوا في المجالس بشاعه هذا الفعل وحقائق وقدارة هذا العمل وعظيم ذنب هذا الإنسان الذي يزني، وأنه يستحق أن يعذب في جهنم، يستحق أن يعذب في جهنم، يستحق أن يعذب في النار إن مات على ذلك بلا توبة. وأما اليوم صار بعض السفهاء الناجين المنحلين يجادلون بالزنا، بل ويشجعون عليه ان كان من الرجال او النساء. حتى بعض المتزوجات هي توقع بعض الشباب في شرفها، وربما دفعت له المال. تنتقي هذا اليوم وذاك بعد غد وهذا فيما بعد بسبب انتشار وسائل الفساد وتفلت المجتمعات يا اخواننا يا جماعه، كل واحد منا ينتبه. راقب نفسك صغيره واحده ان تجنبتها خوفا من الله لك اجر وثواب صلاة ألف ركعة من السنة. فإن فعلت ذلك في الذنب الكبير كم يكون لك من الأجر؟ إن تركت الزنا خوفا من الله أي أجر لك عند الله؟ إن تركت الخمر خوفا من الله، إن تركت أكل الربا خوفا من الله أي أجر لك عند الله؟ فلا تقل أجرب. انظروا يا اخواني، الاسلام كل احكامه عظيمه وفيها حكمه كبيره من مقدمات الزنا التي حرمها الشرع، كالمصافحه المحرمه والنظره المحرمه والخلوه المحرمه، لانه هذه شو مقدمات؟ هذه بتجر، هذه تجر أحيانا إلى الزنا الحقيقي. شيء في المصافحة المحرمة وإن كانت ليست الزنا الحقيقي، ومع ذلك ما تجرب إنك تعملها. حتى هي المصافحة المحرمة، الخلوة المحرمة، مع إنه منها زنا لكنها معصية، ما تقول لا تقول أقع في هذه الخلوة المحرمة وأتوب إلى الله.
بحكمة عظيمة الإسلام حرم هذه المقدمات، هذه المقدمات يعني المصافحة المحرمة، النظرة المحرمة، الخلوة المحرمة، تجنبها. فإن تجنبتها بحسب العادة تكون بعيدا عن الزنا. أما إذا قلت شرب اليوم بصافحة، يمكن بكرة بقبل، بعد بكرة بيختلف، اللي بعده يمكن يقع في الزنا، وهذا عم يحصل. وفي سفهاء من الرجال سفهاء ومن النساء سفيهاء بيشغلوا بعضهم وبيعطوا دعاية لبعض ويوسوس بعضهم لبعض، يوسوس بعضهم لبعض. لذلك انتبهوا، كل الوسائل التي قد توصل إلى الزنا من الأول ابتعدوا عنها. كل الطرقات، كل الوسائل، يعني أحيانا كثرة الكلام في الأمور التي لا خير فيها تجر إلى الكلام القبيح، ثم قد تجر إلى الكلام المحرم، ثم قد تجر أحيانا إلى الكفر، وهكذا مقدمات الزنا أحيانا تجر إلى الزنا. فمن الأول تجنبوها، فما تقعد تحكي مع بنت، ولا تقف مع بنت، ولا تقعد مع بنت، ولا تسير مع مرأة، ولا تفتح خط تليفون بينك وبين مرأة، ولا فيسبوك ولا واتساب، بس طاب حنك. وشو أخبارك وشو أخبارك؟ وشو عاملة وشو عاملة؟ وشو حتعمل وشو حتعمل؟ بينجروا من شيء إلى شيء إلى شيء، بيكون ما بيعرف صورتها، بتبلش تبعتله صورتها، بتكون صورة للوجه، بتبلش لصورة لشيء ثاني، ثم يتفقان على موعد. أليس حصل بسبب الفيسبوك والإنترنت أن زوجات هربت من بيت زوجها ولها أولاد من أوروبا إلى المغرب لتقعد مع عشيقها هناك، متزوجة ولها أولاد بسبب الإنترنت وكاميرا الإنترنت والفيسبوك والواتساب وفيديو التليفون؟ بيوت خربت، بيوت تدمرت، عائلات تمزقت، أسر دخلها العار بسبب بعض الشباب والشابات. العار عار، سواء فعله الرجل أو المرأة. الزنا زنا إن كان الرجل أو المرأة. مش مثل ما بيقول بعض الساقطين، بعض السفهاء شو بيقول؟ وهذا كلام خلاف الدين. عزمكم بيقولوا الرجال ما بيعيبوا شيء، هذا ضد الدين. كيف ما بيعيبوا شيء؟ المحرم بيعيبوا، الزنا بيعيبوا، الكذب بيعيبوا، شرب الخمر بيعيبوا، كل المحرمات بتعيبوا. انه المرأة مرأة والرجل رجل، لكن الحرام حرام ان كان الرجل فعل او المرأة فعل. العار عار، الذنب ذنب، الفضيحة فضيحة. لمين قال لك الرجال ما بينساش العلم؟ لا بينساش العلم. هذا كلام بعض المتخلفين، بعض السفهاء، بعض المنحلين، هم اللي بيقولوا الرجال كل يوم مع مرة وما بيعيبوا شيء وبيعمل اللي بده اياه وما حدا بيقدر يقضي عليه. شو هالحكي هذا؟ لا بيعيبوا. العيب عيب، الحرام حرام، العيب عيب والحرام حرام، لو كان الرجال هو الذي فعل. إذا بدكم تنتبهوا وأن تشيروا في المجالس شدة عقوبة الزاني. تخيل شو يعني هو الذنب الثالث في الكبائر. الله أكبر. الكبائر بعض العلماء بيقول هي أقرب إلى 70. الذنب الثالث هو الزنا. وقلت لكم بعض النساء اليوم هي تلحق بعض الشباب بسبب التليفونات والفيسبوك والانترنت، بسبب طق الحنك. بيكون رايح للرجال يزور صاحبه، وبتطلع مرت صاحبه تستقبله على الباب،
بيطلع صاحبه نايم، تطلع السياره لمرض صاحبه، بيقعد ثلاث ساعات عم ينصحصح هو ومرض صاحبه، ولعب ومزح وقط حنك وبنفيخ سيجاره وبتنفخ عليه وبتنفخ عليها وبتتصحصح معه وبتخبطه على كتفه وبيضربها على راسها، طلقه بإجرها بيضربها بإيده. وبعدين هذا اسمه فلتان، هذه اسمها قلة أدب، هذه اسمها قلة حياة. انت رايح مصافح تطلع زياره لمصافح، وبعض النساء ما بيفهموا، ما في خير وما في مصلحه دينيه ولا لقبرك ولا لاخرتك تقعد تتصحصن مع الرجال ومع الشباب لا مباشره ولا على التليفون لمجرد قطع الحنك والبعض والكلام الذي لا خير فيه. مطلوب يفهموا ان هذا ما في خير لهم. امر النساء مبني على المبالغه بالتستر والادب والحياء. احفظوها العباره، امر النساء مبني على المبالغه بالادب والتستر والحياء. شوفوا اليوم المجالس، شوفوا الشوارع، شوفوا المطاعم، شوفوا القهاوي، شوفوا الاماكن العامه. اليوم كثر الفساد وعمت الرذيله، وعمت الرذيله. صار بعض الناس والعياذ بالله بيوتهم اماكن للزنا، بيوتهم ما بقى الاماكن الخاصه. انتشر الزنا حتى في بعض البيوت وفي بعض المناطق، ويروج له وشيء مصاري وشيء بدون مصاري. مطلوب تعملوا حد، انتبهوا، مطلوب تعملوا حملة، لكن شو؟ تذكيرية مش تحريمية، تذكيرية، وعظ، تخويف من الله، تخويف من الآخرة، للنساء والرجال، للنساء والرجال. فالإنسان إذا بنى أمره على الأدب والحياء بيحفظ نفسه. المرأة إذا بنت أمرها على ذلك تحفظ نفسها. واسمعوا هالحادثة هذه، اسمعوا القصة. حصلت في زمن الصحابة أن امرأة جاءت بعد المعركة تبحث عن ابنها المقتول بين القتلى الصحابة، وكانت تلبس طبع نقابا. النقاب يلي بالعاميه اليوم يسموه الفيشه، كانوا هم النسوان البيروت يلبسوه من زمان. جداتنا في بيروت كنا يضعنه هون بيروت، كانوا يلبسوا البلاي ويلبسوا الفيشه حتى هون بيروت. وهذا شيء مطلوب وشيء مستحب للمرأة، بس منه فرض. حلو الواحد يكون عنده انصاف وعدل. الفرض بنقول عنه فرض، والسنة بنقول عنها سنة. المرأة بتحط نقاب وتلبس ملاية أو ما يسمى بالجلباب أو بلغة فارس الشادور، هذا منه فرض لكنه مستحب للمرأة. فإذا شفت امرأة لابسة الشادور أو النقاب ليس لك أن تستهزئ بلبسها. إياك تكون نينجا عن هذا اللبس أو كيس فحم أو بربارة. إياك هذا اللبس هو الأحسن في الشرع للنساء، هذا اللبس هو الأحسن. لكن من فرض؟ من ما قلنا شو الفرض عليها؟ تغطي عورتها بقطع من القماش، بقطعة، بأسواق، بثوب، المهم كل بدنها عورة إلا الوش والكفين. الوش منه عورة، الكفين منهن عورة، بس شو قلنا الأحسن؟ إذا غطت أحسن. إجت امرأة صحابية عم بتفتش عن ابنها المقتول، وكانت تضع نقابا، ومش كل الصحابيات كانوا يحطوا نقابا،
بعض الصحابيات ما كان طبع ميقات. اسمعوا، قال لبعض المقاتلين لجندي: أرأيت ولدي؟ عم تفتش عليك المقتول، بس شو عامل هي؟ مغطاي وجهها، طبع النقاب. شو قال لها؟ ماذا قال لها؟ ومن أنت حتى أعرف ولدك؟ هو من معرفين من هي؟ عم يقول له أرأيت ولدي؟ قال: ومن أنت حتى أعرف ولدك؟ ارفعي عن وجهي. قالت: مع أنه وجه الله مو معورة، ما انتبهوا. ولما قال لها ارفعي عن وجهك وهو ما أمر بمعصية، وجهها منه عورة، بس هذا الأحسن. اسمعوا شو قالت له: لئن رزقت، بالهمزة، لئن رزقت ولدي لن أرزق حيائي. إذا كان نقصت ولدي، راح ولدي، ما حكشف عن وجهي، لأني أخجل أن أكشف عن وجهي بين الناس. انظروا، مع أن الوجه ليس عورة، شدة الحياء اللي كان عندها، شدة الخجل اللي كانت عندها. النساء الماضي كانت تمشي في الشارع أشياء الأدب والحياء، تمشي مع جانب الخيط حتى يعرف ثوبها أحيانا في الجدار من خجلها. اليوم نص الشارع وبتوقف السير لتقطع وتصوت عم بلعبة وسيارتها بإيدها والمكياج بالسيارة. لا، ليس هكذا كنا. شوفوا اليوم كثير من النسوان الأمراض اللي ضاربينهم ما بينعرف شو هي. عجيب وغراية من الأمراض. تعرف ماذا قال بعض العلماء؟ الله ابتلاهن بأمراض ما كانت موجودة في الماضي في النساء لكثرة ذهابهن إلى الأطباء وكشف العورات لغير ضرورة. رايحين جايين عند الدكاترة، ما في ضرورة. قال أول جمعة من الحمل، وثاني جمعة، وثالث جمعة، وأول شهر، وين صار الولد؟ وين إيده للولد؟ وين قشره للولد؟ وين راسه للولد؟ صور وكشف عورات ومد إيدين وخلوة محرمة ونظر محرم. ليه؟ ليه؟ هذه منا ضرورات يا أخي. أمهاتهم كيف حملوا؟ أمهاتنا كيف حملنا وولدنا؟ ما كان في هذا الفحص اليومي ولا الفحص الاسبوعي ولا الفحص الشهري حتى، بل واحيانا ثالث وما يكون ولا فحص بالمره. وين كان مع الدلي؟ مع الدلي، مع الدايه، يعني القابله، مع القابله. شوفوا اليوم شو صار، لا حول ولا قوه الا بالله. فالاسباب المؤديه الى الزنا صارت كثيره، أبواب مفتحة ومصاري كثير وإنترنت وكاميرات وتصوير شغالة، وأحيانا بيلقط لها صورة وبيهددها بيبتسها وبيزني فيها، وإلا بتبعت الصورة لأهلي تبقى شغالة عنده رايحة جاية تحت إيده. ليش؟ من الأول انتبهوا، فساد كبير، خراب كبير، دمار، دمار عائلات، تمسك خراب المجتمع، الزنا يتفشى في المجتمعات. بدنا ننتبه يا جماعة، فسق وفجور، خبص وملعنة، عار ونار وشنار. الزنا هو الذنب الثالث يستحق أن يعذب عليه في جهنم إن مات بلا توبة. فالرجل إن زنى ثم خاف ورجف، بس من مرته إذا عجبت. ليس من الله خوفه، ليس من الله، هذه ما اسمها توبة. فهمنا المسألة؟ شو بده يكون خوفه؟ من الله. لعب مصرياته بالقمار، روح مصرياته بالقمار، عرف بينه، فزي، خاف، صار يبكي، بس ليش؟ خايفين من بينه، فزعان من بينه.
والتوبة محلها القلب، فلا يشترط لها الاستغفار اللساني، بل في قلبك تشعر قلبك بالخوف من الله لأنك عصيته، خالفت أمره، فرطت بحقه. هذه التوبة، وتدمي أنك لا تعود إلى هذا الذنب ولا إلى مثله، تقلع وتعزم أن لا تعود، وتشعر قلبك بالخوف من الله. هذه التوبة، هذه التوبة. أما إذا كانت المعصية تتعلق بحق من حقوق بني آدم، مثلا واحد ضرب الدين زيادة على ما ذكرناه، شو بيترتب عليه؟ يستثني منه، ضربه ظلما وعدوانا، عرفتوا؟ أو ما يحصل اليوم في الشوارع من بعض السفهاء، يصير في زلمة سير بسكروا على بعضهم السيارات، بعد شوي ببلشوا سبات، يقول له يا ابن الزانية يا أبو الزانية، يقول له أنت أمك الزانية، هذا يقول له أنت زوجتك الزانية، هذا من الكبائر، هذا فسق وفجور. ولو كان في حاكم مسلم كان يقيم عليهم حد القذف، كان يقيم عليهم حد قذف المؤمنات المحصنات الغافلات. أليس ورد في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وعد فيها شو؟ وقذف المؤمنات المحصنات الغافلات. مش قلنا يتأكد في حق الصائم أن يحفظ لسانه عن الكلام الذي، وعن سب المسلم بغير حق، وعن الكلام الذي لا خير فيه. تجده يحصل هذا بالشوارع، ينزف له اخته بالزنا، ينزف له امه بالزنا، هذا فسق وفجور، هذا من السبع الموبقات. ان مت على ذلك بلا توبه تستحق ان تعذب في جهنم. تعرف شو معنى الموبقات؟ المهلكات. كل ذنب من هذه الذنوب وحده ذنب مهلك، يستحق من مات عليه بلا توبة أن يعذب في النار، أن يعذب في جهنم. الدنيا بعض الناس يستعملون هذه الألفاظ البذيئة في الشوارع، بالأشغال، بالبيوت، بالأعداد، بالسهرات، بالمسح، يقول له يا أب الزانية، بالألفاظ الأخرى كمان، يا أخو الزانية، أمك زانية، مرتك زانية، بالألفاظ اللي بتعرفوها وبتسمعوها في الشوارع. هذا فسق وفجور، خبص وملعنة، هذا من السبع الموبقات. بدك تنتبه يا حبيبي، إذا هو طلع سفيه سب لك مرتك واتهمها بالزنا، طلع هو صادق قذف لك أختك بالزنا، مرتك، أمك، عمتك، خالتك، ها؟ شددك، ليس لك أن ترد هنا بالمثل، فإن رددت بالمثل صرت فاسقا مثله ملعونا. بتقول لي هو بدا، طب بقول لك امه ما هي اللي بدات، شو دخل امه؟ مرته شو دخلها؟ اخته شو دخلها؟ بنته شو دخلها؟ هو الفاسق، هو الخبيث، قذف امك، امه هو شو دخلها؟ فان رددت بالمثل في مثل هذا فأنت ظالم من أهل الكبائر، أنت ظالم من أهل الكبائر إن فعلت ذلك. انتبه، مش في كل شيء فيك ترد المثل، ليس في كل شيء. في أمثلة معروفة، مثل شو فيك ترد المثل؟ واحد إجا افترى عليك، ظلمك فقال لك يا ظالم، أنت منك ظالم، أنت لست ظالما، هو افترى عليك، كذب عليك، فقال لك يا ظالم. في مثل هذا يجوز أن تقول له أنت الظالم. شفت لوين؟ غلط. تقول له أنت الظالم، إياك تقول له بيك وأمك وأختك وصفتك ونعمتك وسليلتك وعيلتك كلهم هن الظالمين. أعوذ بالله، تكون تجاوزت حدك وما أذن لك به الشرع. كن صرت أنت ظالم ساعتها. بتكون صرت أنت ظالم بمجاوزتك لحد
وسبك لأهله. أهل ما دخلوا؟ عرفت كيف؟ وأما في مسألة قذف أمك أو أختك أو ابنتك أو زوجتك بالزنا، في مثل هذا ليس لك أن ترد بالمثل، فإن رددت بالمثل في مثل هذا فأنت فاسق ملعون، فأنت فاسق ملعون. لذلك إذا كانت المعصية تتعلق بحق آدمي، سبيت ظلما وعدوانا، ضربت ظلما وعدوانا، بدك تستسلم منه، بدك تستسلم منه، فإن سامحك كما قلنا تشعر قلبك بالخوف من الله، أنت أقلع وتشعر قلبك بالخوف من الله وتعزم تصميم المؤكد في القلب أنك لا تعود، أنك لا تعود إلى هذا الذنب ولا إلى مثله. هذه الدولة. طيب إذا تتعلق بصلاة وصيام تاركه أنت، هذا يبقى في ذمتك، يعني بدك تبلش بالقضاء. صلوات مفروضة كنت تاركها، من توبتك أن تبدأ بالقضاء، كمان الصيام، كمان الزكوات. مر عليك 10 سنين كان عليك زكاة وما عم تزكي، هذا يبقى في ذمتك. من توبتك أن تخرج ما ضيعت من زكوات واجبة من 10 سنين تكرر عليك. أنت واجب عليك الزكاة وتركها، هذا يبقى في ذمتك، هذا يبقى في ذمتك. لذلك فهمت شو يعني تكرر عليك؟ يعني من 10 سنين لليوم أنت من الأغنياء، واضح؟ أول سنة ما زكيت، ثاني سنة بعدك من الأغنياء ما زكيت، ثالث سنة بعدك من 10 سنوات والزكاة واجبة عليك. هون شو صار؟ ثبت في ذمتك، بدك تقدمهم، بدك تخرج هذه الزكوات، وهذا من توبتك، وهذا من توبتك. إذا كنت أجل مال مرتك، مال خيك، مال مسلم بغير حق، بدك ترد له هذا المال، بدك ترد له، قل لي صرفته، قل لك استسمح منه، إما أن ترد له القيمة أو أنك تسترضيه. قد يسقط عنك، قد يقول لك ما بدي شيء منك سامحتك، بتوب إلى الله. أما إذا قال لك لا بدي مصرياتي، بدك تجيب له مصرياتي. عرفتوا؟ أما ما يظنه بعض الجهال أن المعاصي حتى اللي هي متعلقة بحقوق بني آدم أو قضاء الصلاة والصيام والزكاة أنها تنهدم وتذهب بالحج، فهذا غير صحيح. عرفت شو يعني؟ عليك قضاء صلوات، إذا رحت حجيت هذا القضاء بيضع عليك، مش بيسقط عنك، يبقى في ذمتك. قضاء زكوات، قضاء صيام، مبين من الناس أموال بعتبر ديت لهم، أو خلل صلبه وبعتبر رجعت لهم، هذا كله يبقى في ذمتك، مش بيسقط عنك بالحج. وإلا كان الناس بيعملوا العميل، بيتركوا الصلاة والصيام والزكاة للعمر، وبياكلوا بعضهم وبينهبوا بعضهم، وآخر شيء بيروح على الحج بيقول مش الحال، لا بدي مش الحال، هذا يبقى في ذمتك. بعض الناس بالحروب صلوا بيوت والدكاكين ومخازن ومتاجر المسلمين، صاروا هن من الأغنياء بالسرقة، قرروا على الحج. لو رحت مين برا على الحج بدل ما بيبقى بذمتك، بدك تأدي لأصحابك. واضح الكلام؟ إذا كيف بتكون توبة؟ أن يكون خوفك من الله، أن يكون خوفك من الله سبحانه. فاللي زنى وخاف وتعب وفزع وبكي وبحث بالأرض، بس خايفين من المرتبة تضرب بدن، خايفين من المرتبة تحرق وتروح على بيت أهلنا، خايفين من المرتبة تفضحه أو لعب النار، خايفين من بي يروح المصريات، هذه منا توبة. شو بده يكون خوفك؟ فورا نشوف من الكبائر